لم يستصغي أطباء القطاع الخاص طريقة عمل تفاعل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالبهم، ما دفعهم إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس الماضي، وذلك للاحتجاج على عدم قيام الحكومة بمراجعة التعريف الوطني المرجعية. دكتورة العزيزة فاطمة، طبيبة عامة في القطاع الخاص بمدينة الرباط وعضوة في الفيدرالية ديال الأطباء ديال جهة الرباط سلا قنيطرة. بالطبع بحال اللي كيعرف الجميع بأنه كان هناك واحد الإضراب وطني ديال الأطباء القطاع الخاص بما فيها الأطباء والأطباء الأسنان في يوم 20. بالطبع لحد الآن حنا يلاه في البداية، يعني لحد الآن مازال ما كاينش حتى شي حاجة يعني اللي تحققت من بعد نتائج يعني ديال هذا الإضراب، مازال ما بيناش لأننا مازال في البداية. هو أصلا هذا يعني البداية دي واحد البرنامج طويل ديال اللي غنطالبوا فيها بواحد العدد ديال الأمور اللي كتهم القطاع الخاص. وهذاك اليوم ديال 20 يناير كان أول خطوة في هذا البرنامج هذا. دكتورة صدوق إلهام رشيدة، طبيبة جراحة الأسنان ممارسة بالقطاع الخاص بالرباط. التغطية الصحية والتقاعد ورش ملكي اجتماعي بامتياز، وكلنا ملزمون بالعمل على إنجاحه وإنزاله إلى أرض الواقع، لكن كنشوفوا أنه في المحطة الأولى ديالو كاين تعثر. هذه غير المحطة الأولى، إذن كيفاش غادي تكون المحطات مقبلة؟ وحنا عارفين ومتأكدين أنها غادي تواجه حتما إشكاليات وتحديات جديدة، إشكاليات وتحديات ليستحيل إيجاد حلول لها إذا لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول وأيضا مستمر باش تتم مواكبة منطقية وواقعية لهذا الورش. وأغلقت على الصعيد الوطني العيادات الطبية الخاصة في مختلف المجالات، كما تغيبت المصحات الخاصة بدورها عن العمل باستثناء أقسام المستعجلات التي فتحت أبوابها في وجه الحالات المستعجلة فقط. بيان سور تتبقى على حسب التجاوب اللي غيكون عندنا مع الحكومة، يعني لو وقع واحد جلسنا وتناقشنا وكانت واحد تجاوب من طرف الوزارة ومن طرف الحكومة ومن طرف حتى لي زورغانيزم يعني الشركات التأمين، أكيد أنه غادي يكون الحلول أسرع. إلا كان هناك واحد تماطل أطول بالطبع غادي يكون التصعيد غيكون تدريجيا. بالطبع حنا هذا الإضراب ماشي جا غير يعني غير جا هكا وخلاص. الأطباء حنا كنعرفوا بأن الأطباء ديال القطاع العام كيلعبوا واحد، القطاع العام يعني في المغرب تيلعبوا واحد الدور كبير في المنظومة الصحية، وتيخففوا واحد الثقل كبير على وزارة الصحة. وحنا تنعرفوا بأنهم لسنوات هما كينتظروا هذا الورش ديال التغطية الصحية، يعني سنوات والأطباء في الوقت اللي هما تيقدموا فيه الخدمات الصحية للمواطن بواحد التعريفة اللي هي صراحة مقارنة مع جميع الدول كتبقى بسيطة، لأن تعريفة اللي موقعش فيها تغيير من 2006، هذه 15 سنة وحنا كنطالبوا باش تكون واحد المراجعة ديال التغطية ديال تعريفة التغطية الصحية في صالح أولا المواطن قبل من الطبيب، باش ما يبقاش المواطن يخلص داك الفرق من الجيوب ديالو. للأسف لحد الآن بعد 15 سنة مازالت التعريفة هي يا جميع التعريفات يمكن نقولوا ديال كاع الخدمات اللي كاينة في البلاد في جميع المهن عرفت واحد التغيير سي نورمال، لأن أصلا المعيشة تطلع، إلا التعريفات ديال الخدمات الصحية بقت هي. إذا من بعد هذا الشيء كله تنتفاجئوا بأنه الطبيب تنزل عليه واحد يعني واحد يعني واحد هذه الأرقام اللي نزلت يعني ديال 800 درهم وديال التقاعد تقريبا واحد 1200 شي حاجة. دونك في نهاية الأمر غيلقى راسو تيحط كل شهر 2900 شهريا بين لي زالوكاسيون فاميليا، بين التقاعد، بين التغطية الصحية في حد ذاتها. إذا يعني شي حاجة ماشي 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 طبيعية، ماشي منطقية، وخصوصا ملي تنقارنوها مع التعريفات اللي جاو للخدمات الأخرى، الموثقين، لي فارماسيان، لي زارشيتيكت، يعني هذا ما يمكنش. القانون الإطار جاء بمجموعة من الخدمات: التغطية الصحية، التعويضات العائلية، التقاعد، وتعويضات عن فقدان الشغل. هذه الخدمات إذا تطرقنا لها كل وحدة على حدة غادي نلقاو ريوسنا ملزمين بأداء قيمة اشتراك تفوق قدرة نسبة كبيرة من طبيبات وأطباء الأسنان في أفق 2025، الشيء اللي أكيد أنه غادي يكون سبب
فعدم القدرة على الاستمرارية في الأداء. وأكدت الهيئات النقابية الممثلة لأطباء القطاع الخاص أن عدم استجابة الحكومة مع مطالبهم سيدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في الأسابيع المقبلة. احنا تنعرفوا بأن حاليا راه ما بقاش هذاك الطبيب اللي كان يمكن الوزارة ما زالت تتخيله في راسها هذه سنوات، يمكن كان الطبيب عنده واحد طبيب اليوم راه تيتقاتل، يعني تيتقاتل باش يكمل حتى هو الشهر ديالو، بزيد بالضرائب، زيد بال، وخصوصا ملي كنشوفوا هاد الشباب اللي طالعين، يعني الا بقينا هكا راه صراحه، يعني الا بقات الدوله غاديه في هذا النظام هذا، راه واحد المجموعه كبيره من هاد الشباب الاطباء الشباب اللي ماجين راه النص الكبير تيسد وتيمشي، شحال منهم اللي غادروا الدول اخرى لانهم ما بقاوش كيلقاو واحد المناخ صحي اللي يمكن لهم يخدموا فيه. كثيره التغطيه ملي بغات تدار دارت بواحد الشكل ما كايناش، التعريفه في بعض الحالات هزيله، اذا الا بقى على هذا الشكل هذا يعني صراحه ما غاديش، ما كاينش اللي غيشجع خصوصا هاد الاطباء الشباب اللي طالعين باش انهم يستمروا في هاد الميدان. الوغ زعما جا الوقت باش اننا نجلسوا ونتحاوروا بجديه في هذا باش نلقاو واحد الحلول اللي يمكن لها ترضي الجميع.